بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه في حلقة جديدة إن شاء الله. اليوم الأربعاء 2 يونيو 2021، تحديث للبيتكوين والعملات الرقمية. بفضل الله تعالى الحمد لله أنه عادت نوعا ما الإيجابية التي تحدثنا عنها أمس، وواصلت يعني الاتجاه الصاعد الذي تحدثنا عنه، وأن المومنتوم إيجابي وأن الأمور الحمد لله تمشي في إطارها الإيجابي بإذن الله تعالى. المومنتوم يفرح ويسعد، والأمور تتجه نحو الكونفيرميشن على كثير من العملات، وهذا لاحظته جليا يعني في وأنا أتجول يعني في بعض العملات. يعني عندنا كونفيرميشن مثلا على بعض العملات الكبيرة، مثلا البي إن بي أعطت الكونفيرميشن ربما حتى على 12 ساعة على ما أعتقد، لا 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 الأربع ساعات فقط. عندك على 4 ساعات، عندك حتى عملة الكلب على ما أعتقد أنها طارت في هذا اليوم أيضا. يعني عندك confirmation خرافية. إذا الأمور يعني ذهبت. لماذا هذا؟ لما تحدثنا عنه وهذا المؤشر. المؤشر أصلا كان أعطانا الإشارة على أننا صاعدون، مؤشر الالت مقابل البيتكوين يعني كلها كانت طيبة. يعني الكونفيرميشن عندك موجودة منذ أن كنا في هذا المكان، وبالتالي الأمور كانت طيبة. يعني هذا الكسر كان فقط يعني تتم لأن المد الصاعد، وحاليا نحن على بوادر انفراج حتى في سعر الالت مقابل الدولار. يعني كما تشاهدون يعني هذا الحركة التي حدثت خلال هذه الايام يعني، ولهذا لازلت بوليش وقلت ربما اننا وصلنا القاع من هذه الاشياء. يعني الراجح اننا وصلنا القاع باذن الله تعالى، الا انه ممكن كما ذكرنا ان يكون عمل ان في بوتوم اخر شيك اوت يمكن ان يعمله الكبار في حالة أرادوا إخراج أكبر عدد ممكن من الناس في هذا النزول. العموم الأمور هي كما تشاهدون يعني على كثير من الألت جيدة جدا، مع كونفيرميشن يعني رائعة، يعني أن السوق بدأ في الانتعاش، خصوصا يعني المؤشر العام هذا هو الذي أحبه، وكذلك الدومينوس. ذكرنا أمس أن الدومينوس أنه كان جيد، يعني كسر لل يعني الغيمة والكونفيرميشن لللاجين سبان، هذا شيء ممتاز. كذلك على 12 ساعة وهذا شيء رائع جدا أن يكون عندك كونفيرميشن. كذلك تلاحظون ها هي اللاجين سبان خرجت وأكدت النزول الذي نحن فيه. يعني هذا شيء رائع أن يحدث على الدومينوس، بمعنى أن الألت سوف تستفيد إن شاء الله بأكبر قدر ممكن في هذه قادم الأيام بحول الله تعالى. ولهذا قلنا لكم لا تبيعوا يا أحباب، لا تبيعوا لا تبيعوا، على الأقل انتظروا الارتداد التي آنذاك يعني ممكن أن تخفف من كمياتك إذا كنت تخاف أو ما شابه. على العموم يعني حاليا أرى أن الأمور بدأت تعود إلى الإيجابية، يعني وأن هذا الرينج الذي نحن فيه، يعني ربما إذا كان حتى إذا وصل البيتكوين بين قوسين هذا الرينج الذي هو يكونه الآن، يعني بين 40 و 30، يعني إذا واصل يعني عدم تجاوز لهذه المناطق. هو على العموم يعني إذا أخذت المؤشر لوحده يبدو أنه تم الكسر بين قوسين على هذا المثلث، هذا مثلث الكومبريشن الذي تم الذي كان هنا، يعني نوع من الكسر بين قوسين. لكن كما شرحنا نحن في الدورة أنه يجب أن يكون لنا W، هو موجود W باتن مع الكسر، إذا ربما جيد، لكن ننتظر يعني أن يكون هذه الكونفيرميشن أكبر بقوة أكبر على فريمات أكبر، تكون أفضل بكثير مما نشاهده حاليا. يعني الأمور حاليا لا زالت طيبة الحمد لله. كذلك يعني وأنا أتصفح، وكنا ذكرنا هذا أمس، يعني هذا الكسر للرصاي يعني الشكل الممتاز، يعني أن المومنتوم بدأ يأخذ نوعه من الانفجار، يعني نوع من الكسر، فهو يجب انتظار يعني قادم الأيام يتأكد، وقادم الساعات لنتأكد من الاتجاه العام. لكن فيما يبدو والله أعلم أن الأمور تتجه يعني في نفس الاتجاه، يعني الأمور يعني لا زال مثلا على الماكدي، يجب أن ننتظر هذه، يعني لا زال أمامنا وقت طويل لكي نرى كيف ستكون الحركة على هذا
المثلث التجميعي القوي الذي سوف يليه إن شاء الله أكبر انفجار في سعر البيتكوين، سواء إلى أسفل أو إلى أعلى، رغم أنني لا زلت أرجح أننا وصلنا القاع وأننا ذاهبون إلى مناطق عليا. وإن شاء الله لا زالت أهدافي كما هي واضحة بالنسبة للبعض منكم، وأننا نتوجه نحو 100,000 و200,000 وما شابه. يعني عفوا، هذه أهدافي لمن لا يعرف. يعني الأهداف كأول مرحلة نتحدث عن 68,000 ككسر لأول قمة سابقة، بعدها سوف نتحدث عن هذه المستويات 130,000، 120، 110,000، وكذلك بعدها 191,000 و250,000 و53,000، يعني كأهداف مرحلية، و300,000 يعني كهدف أخير ممكن. وهناك من يتحدث حتى من هذا الجانب على الهدف المليون دولار، لكن قد لا نصله في هذا البول ماركت، وقد نصله، العلم عند الله، على حسب ما يحدث في السوق العالمية وما يحدث يعني في هذا السوق. يعني لا يجب أن نأخذ الأمور بهذه الإيجابية الكبيرة وأننا نذهب إلى هذه الأرقام، هو أن نتداول بما نرى لا بما نتمنى. ما نتمناه وما نراه في التحليل يذهب بنا إلى هذا. وقلت بأنه نحن في الموجة الرابعة الكبيرة للبيتكوين، لأن والآن نحن بصدد تكوين الموجة الخامسة، والموجة الخامسة مستهدفتها كبيرة جدا. يعني كما ذكرنا، تلك الأهداف التي رأيتموها هي أهداف لهذه الموجة الخامسة بإذن الله تعالى للبيتكوين، وعموما حتى للألت. يعني الألت ذكرت آنفا لكم يعني أن أهدافي منه كبيرة إن شاء الله، أنني أستهدف مناطق عليا في الماركت كاب. عفوا، أين وضعت؟ كي ليس في هذه. أوكي، سوف أوقف الصوت الإخوان. أوكي، أين وضعته؟ المهم، على العموم يعني كأهدافي أنا للماركت كاب عموما عندي هذه الأهداف. ها هي موجودة، عفوا، هي موجودة على الدليل. كما تشاهدون، هذه أهدافي للتوتال ماركت كاب مقارنة بالبيتكوين. يعني نحن هنا الآن، أنا أهدافي على الأقل أن نصل إلى هذه المستويات، وعموما يعني إذا وصلنا إلى هذه المستويات سترون إن شاء الله انفجارات سعرية بإذن الله تعالى. و بالأمس وأنا يعني أتجول يعني بين قوسين في شوارع شارتات الريبل، لم أنتبه له. يعني كان يجب أن أنتبه له منذ مدة هذا الحركة، كما شرحت يعني أننا في تصحيح الصيف الذي هو حدث هنا، يعني في تصحيح الصيف الذي حدث في 2017 كنا في هذا المكان، والتصحيح امتد حتى نهاية السنة الذي بعده طار الريبل، يعني تقريبا 15 أو 17 ضعفا يعني بعد وصولي إلى هذا المستوى. الذي لفتني أمس وهو أنه هذه الحركة، هذا الطب الذي حدث كان في 17 ماي 2017، وما حدث للتصحيح للبيتكوين كان في 19 ماي 2021. هذه من الغرائب التي يعني صادفته وأنا أطلع على هذا الموضوع. 19 ماي، أين هذا النزول الحاد الذي أخذ كل السوق على حين غره، هو هذا، حدث تقريبا في نفس الوقت الذي حدث فيه ما حدث بالنسبة للريبل في 2017. يعني وجدت الأمر غريبا، لكن مهم يعني الفكرة هي هذه، أردت أن أوصلها لكم، يعني أن الحركة التي حدثت كانت في ماي، عفوا، حركة الصيف، لا عفوا،
أين باينانس؟ باينانس لم يكن فيها. ها هي يعني للتذكير، يعني ضعوها، تخيلوا، يعني كانت في 17 ماي، يعني تقريبا، لكي تعلموا أن المسألة معدة يعني سلفا، يعني هذا باختصار شديد فقط. أنه الفكرة التي أردت أن أوصلها هو أنه السوق متلاعب فيه، متلاعب فيه وبعناية، متلاعب فيه وبعناية، واختيار التوقيت لم يكن عبثا، يعني دائما يمشي ضمن مخططات الكبار، يعني مخططات يعني من يصنعون هذا السوق. وكما تلاحظون يعني حينما صنعوا هذا الطب، والعجيب حتى أنه كان هذا الطب كذلك نفسه على الريبل فيما وصلنا هنا، يعني أين 19، كان هذا الكراش في نفس اللحظة، نفس اللحظة الذي هنا تلاحظ هذا 18 وصل إلى هذه القمة وبعدها نزل، يعني فالأمر معد له سلفا. ولكي تعلموا أصلا، لاحظ كيف أنه ارتد على الموفين أفريج 200 ديلي، وهذا ليس عبثا أيضا، لأنه هذا في حساباتهم، يعني في حساباتهم حسابات محسوبة منذ البداية. لذا يجب أن تأخذ هذا دائما في حساباتك. ولهذا قلت أني لا أفرط في الريبل نتيجة لهذا، لأنه أنت لا تدري متى سوف يضغطون على الزناد. الضغط على الزناد يكون محسوبا أكيد إذا كنت يعني واصلا إلى أهدافك، يمكن أن تبيع دون أي مشاكل. فقط أردت أن أريكم هذا، يعني الحمد لله أن الأمور الآن على السوق كله جيدة، إذا يمكنكم الدخول في صفقات ساتوشية. وصفقة اليوم أعطيها لكم، صفقتي العجيبة التي حققت بها عدة مضاعفات، ألا وهي صفقة بيتكوين دياموند. نحن في فترة نقترب من الانفجار، نقترب من الانفجار، يعني وهي والمومنتوم ديلي يقترب نحو الذهول الى ينطلق الى البوزيتيفيتي. وبالتالي يمكنك اخذ، يعني بإدارة مالية طبعا، انا لا اقول لك ادخل اول ان على العملة، دائما اقول لك ادخل بإدارة مالية. هذه العملة يعني خصوصا اننا نتحدث عادت الى الريلود زون، عندك المومنتوم، عندك كل شيء، يعني صفقة مكتملة الأركان، يعني تستطيع أن تدخل بها، ريسك ريورد رائع جدا، وتستهدف قمم جديدة إن شاء الله، يعني بنفس الحركة، يعني عودة إلى ريلود زون ثم طيران ثم عودة إلى ريلود زون ثم طيران، وهكذا إن شاء الله تعالى سوف تحقق الأهداف. طيب، يعني الأمر يعود إليكم طبيعة الحال. الإدارة المالية في كل صفقة تأخذها، يعني دائما دائما وأبدا، ولا يعني وإياك أخي المشاهد وإياك المتابع أن تتجاوز المخاطرة في 5% من المحفظة مهما كانت الظروف ومهما كانت العملة قوية والصفقة رائعة جدا. أقولها وأعيد، ولكل صفقة إذا تفترض أنه السوق بدأ يعكس، يجب أن يكون لك إدارة مالية وصفقة وستوب. عادي جدا أن تدخل بإدارة مالية وستوب. أين تقول أضع ستوب؟ ستوب عندك أسفل هذا يكون أفضل. وإذا أردت الأمان، ممكن أن تضع فقط أسفل هذه الشمعة، هذا آخر هذا الذيل، أو هذا، أو هذه الذيول. هذه الذيول كما تشاهد كلها تشترى. لذا أنا أقول هذا للأمان، والانفجار قادم بإذن الله تعالى، فلا تستغرب، لا تستغرب أن تراه أقلع بين عشية وضحاها. يعني فالأمر ليس بيدي ولا بيدكم، لكن بيد الكبار. متى سوف يضغطون أيضا على الزناد؟ الله أعلم. كتلاحظ حتى على الـ4 ساعات نحن على الإيشيموكو، لاحظ أننا نقترب من تجاوز الغيمة، وبالتالي نعطى كونفيرميشن، وممكن أن نبدأ ويطير، لا ندري متى، لكن انه بدأ المومنتوم في يعمل في ضغط كومبريشن وسكويز من اجل الانفجار بإذن الله تعالى. هذا باختصار شديد ما اردت الحديث عنه
يعني في هاته الحلقة وهذا التحديث. إن أعجبك هذا المحتوى فلا تنسى الاشتراك في القناة طبعا، والضغط على زر لايك وديسلايك وتعليق سواء إيجابي أو سلبي. وإذا أردت أن تشتمنا فاشتم كي نأخذ منك بعض الحسنات. وإذا رأيت أن هذا المحتوى يفيدك فلا تنسى بالدعاء لنا بإذن الله ووضع تعليقك إذا أمكن. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل الحديث مع إخواننا في الدورة لما نبدأ ب